هو ده البيت. اتفضل. يا ابني في ايه؟ بالراحة بالراحة، انت نسيت ولا ايه؟ مش عايزين مشاكل. يا سلام، مشاكل ازاي يعني؟ هو حد يقدر يعترض؟ البلد فيها حالة طوارئ. مش مسألة اعتراض يا باشا ولا حاجة، بس انت لو سألت زمايلك اللي جم قبل كده هنا هيقولك البيت ده بالذات ليه ظروف خاصة. ظروف خاصة يعني ايه؟ انا ماليش في الكلام ده. خبط يا ابني وخلص. ما بالراحة يا ابني، على مهلك شوية. اهلا يا عطا باشا، نورت. جرى ايه يا باشا؟ هو سعادتك ناسي الشغلانه اللي حصلت اخر مره؟ هو مين الاخ اللي مع سعادتك؟ لازم سعادتك مفتش امن الدوله الجديد. اهلا يا باشا. عطا باشا، سعادتك والباشا بس اللي تدخله، انت عارف الظروف. اتفضلوا، ما ينفعش نتكلم على السلم، اتفضلوا جوه. لما مؤاخذه الحضرات، كان بودي اقول لكم تتفضلوا كلكم. اتفضلوا يا باشا. هو في ايه؟ ظروف خاصة. اتفضلوا اتفضلوا يا باشا، اتفضلوا جوه في الصالون. انتوا ليه محسسني اني جاي اخطب مش جاي اعمل مداهمة؟ اهدى اهدى يا باشا، بلاش كلمة مداهمة دي، هخليك تداهم يا سيدي وتعمل اللي انت عايزه بس بالراحة. هو في مداهمة بالراحة؟ في. معلش يا باشا، ظروف خاصة. اتفضل سعادتك جوه وانا هشرح لك كل حاجة. اتفضلوا. في ايه يا عبد الناصر؟ خلتني قطعت الصلاة. مين دول؟ جرايها ام محمود. حد يقابل ضيوفه كده برضه؟ بدل ما تعملي لهم حاجة يشربوها ولا تاكلوا، فاضل شوية رز وقلقاس عجب وشوية سلطة. دي مية السلطة بتاعت ام محمود شهد. لا 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 لا، ايه ده؟ مش دون برضه العقيد بتاع البوليس؟ اه والله هو. جرى ايه يا عبد الناصر؟ في ايه تاني؟ ايه دي سايق عليك النبي؟ انا هشرح لك كل حاجه. الباشا جاي وجايب معاه قريبه بيسالوا على بنت القسطى سيد بسيوني، عاوز يتقدم لها. اصل بنت سيد بسيوني دي نحست وبلطت في الخط كتير قوي، لكن ربنا قادر على كل شيء. ايه ده؟ بس انا شايفه يعني دبله في ايديك الشمال. ايوه هو متجوز صحيح، لكن اول الموضوع ما يمشي هيطلقها وتتوكل على الله. لا حول الله يا ربي، ليه كده بس؟ هي مراتك كانت مغلبك قوي. وبعدين في المهزله دي بقى يا ام محمود ما تقلبيش المواجع على الراجل، خش كملي الصلاه. يلا اتفضلوا. استنوا هنا، يتفضلوا فين انت كمان؟ في ايه تاني؟ اصل لا مؤاخذه يعني لازم تقلعوا الجزم عشان احنا لسه كانسين ومسيئين، وام ياسمين بتغلبني. أم ياسمين مين؟ هيبان دلوقتي. أصلها بتيجي يوم وتغيب عشرة. هي طلعت الشغالة. طب طلاق بجد بقى، ما أنا قالع، ولما فهمتونيش إيه اللي بيحصل أنا هنفجر فيكم كلكم. جرى إيه يا حبيبي؟ أنت مش عايز تقلع جزمتك ليه؟ ما يكونش ريحة شرابك وحشة؟ ما تتكسفش يا حبيبي، إحنا هنبقى أهل. اقلع اقلع وهات الشراب وأنا أغسلهولك وينشف على قراية الفاتحة. مش أنت ناوي تقرا الفاتحة النهاردة برضو؟ سكت الست دي بدل ما افقد اعصابي. هو برضه حد يقدر يسكت ام محمود؟ دي كانت السبب في نقل ضابط المباحث اللي قبل. والله يا بخته راح منفذ السلوم. يا ام محمود ما تنشفيش دماغك وتبوظي الجوازه. يلا خش كملي الصلاه. يلا اتفضلوا. خليكم واقفين زي ما انتم، محدش يتحرك. أصلاً الجماعة عندي أعصابهم تعبت من كتر زيارات زملاء سعادتك المتكررة بسبب الهبد والرزع على البيبان. من أول سنة 82 أول إضراب عملناه. أنت هتحكي لي من سنة 82؟ سعادتك عندك حق، هي هتبقى طويلة حبتين، وأنا عارف إن عندكم ضغط شغل النهاردة ومستعجلين. شوف سعادتك، من سنتين اتقدم فينا بلاغ ابن حرام. هو كل البلاغات اللي تقدمت فينا بنت حرام، بس ديكها كان ابن حرام مصفي. اتهموا ابني بانه عضو في تنظيم ارهابي، وبعتوا لنا وحده من مكافحه الارهاب اللي بيلبسوا اسود دول، وكان يوم اسود ومنيل علينا. الست بتاعتي من كتر الرعب اللي شافته ومن كتر الهبد والرزع على البيبان جالها حاله عصبيه، بقت هي كمان كل ما حد يهبد ويرزع جنبها تقوم تهبد وترزع. وانت ونصيبك بقى.
اخر حادثه اللي حكيت لي سيادتك عليها، هدف الطاس الاليه على القوه اللي جت، وكان فيها بتنجان مقلي على ما اعتقد. لا بطاطس صوابع. بس برضو كنت عاملين بتنجان، ده ريحته لسه في مناخيري لغايه دلوقتي. وبعدين حرقت امين الشرطه وطرطشت على ضابط المباحث زميل سعادتك، شد الاجزاء، جات لها ازمه قلبيه، طبت ساكته، الاهالي هجموا على زميل سعادتك، والحمد لله قدرنا نهربه في عربيه الاسعاف. انا اللي اصريت ان يركب معاها العربيه عشان لو جرى له حاجه هتتحسب عليا انا. شوف يا باشا، من سنة 82 البيت ده هو بيحصل فيه مداهمات ياما، كل الظباط زملاء سعادتك دخلوا هنا وطلعوا واخدين ضيافتهم أحسن ضيافة. بس أنا عمري ما سمعت عن الحكاية دي. جرى يا باشا، وأنت عايز يقول لسعادتك إنه طلع من عندنا هنا هو لابس النقاب؟ إيه؟ أيوة، اضطرينا نلبسه نقاب جارتنا الحاجة سناء حرصاً على حياته. يعني إيه مش فاهم؟ أعتبره تهديد؟ أعوذ بالله، تهديد إيه بس يا باشا؟ ده اسمه تعاون. هو من سيادتك جاي عشان غرض معين ولازم تطلع من هنا وانت محققه. سعادتك جاي عشان تاخدني ابيت عندكم في فرع الجهاز الليلة دي. والله ما قلت له حاجه، اخر مره شفته فيها ساعه حادثه البتنجان، قصدي البطاطس. مش هو سعادتك جاي تامن على الناس اللي مسجلين امن دوله عشان زياره الرئيس؟ ومين قال لك ان الرئيس هيزور رشيد اصلا؟ مش هيزور رشيد، هيزور المصنع الجديد اللي على طريق اسكندريه جنب رشيد، المصنع بتاع فريد بيه ابو العز صاحب جمال بيه. انت عرفت المعلومات دي ازاي يا باشا؟ انت ناسي ان انا راجل قيادي نقابي قديم سابق. سابق سابق يا باشا، عشان زملاء سعادتك في فرع متابعه العمال زورونا الانتخابات الاخرانيه. عمرك شفت حد خسر في الانتخابات وما جاش قال اصلها اتزورت؟ كلكم كده يا سعادة الباشا، مش هو ده موضوعنا. انت جاي تاخد الراجل والراجل جاهز ولمم حاجته، يبقى خير وبركة. انا لازم اعرف جاب المعلومات دي كلها منين. بس سيادتك عارف سلو بلدنا في الزيارات المفاجأة، كل العناصر العمالية النشطة عندنا في المصنع ادوهم اجازة اجبارية 3 ايام. قصدك العناصر الاسرية؟ طب واللي حصل في رشيد يا باشا؟ كوام الزبالة كلها اتكنست في رشيد وجنب رشيد، واثار الزرع اتحطت، والشجر الناشف بقى ورور، والجوامع بتقفل بعد صلاة العشاء مباشرة، ده حتى حسين جوز بيتي بيقولوا انهم منعوا الدروس وقفوها. كل ده عشان ايه؟ ما احنا عارفين لما سعادة الرئيس القائد الاب يتفضل علينا بالزيارة مفاجأة. بطل تريقة بقى عشان انا حايش الباشا عندك بالعافية. عموما انا عامل حسابي، محضر شنطتي، هناخدوها واحنا نازلين من بير السلم عشان بس انا براعي حالة ام العيال. واحنا عندنا كام ليلة يا باشا؟ ليلة ولا اتنين عشان بس اظبط الكلام اللي هقوله. هو ولادك فين يا اسطى؟ ابن احمد في اسكندرية. ومحمود؟ مكسوف اقول لك اني مش عارف يا باشا، اصل بعيد عنك الكذب خيبة. يعني ايه ما تعرفش؟ في اب ما يعرفش ابنه فين؟ نص ابهات البلد ما يعرفوش عيالهم فين، وده موضوع شرحه يطول، نبقوا نتكلموا فيه واني عندكم في الجهاز. واني مش هبيت عندكم الليله؟ انتوا مصممين تستنوا الشاي ولا نتحرك؟ انا عندي معلومات بتقول ان محمود بقاله يومين بيلف على ورش الخراطه والميكانيكا وبيلم قطع غيار. ما انت اكيد قريت ملفه يا باشا، ما هو خريج هندسه ميكانيكا، تلاقيه بيصلح موتور عموله لاي حد، مع ان والله انا مانعه من شغل الورش ده. هيعمل ايه بس؟ ما هو معذور، ما انتوا مانعين الصيد بقالكم شهرين، البلد كلها حالها واقف مش محمود بس. لكن انت سعادتك جبت المعلومات دي منين؟ ما هو لازم مأمور الضرائب الحيوان اللي اسمه رجاء العاشر هو اللي اعطاك المعلومات دي. اصل هو مش طايق يشوف ابنه قدامه من بعد ما فسخ خطوبه بيته. طب ابن ذنبه ايه اذا كان هو مش قادر يلم بيته ويشكمها؟ استغفر الله العظيم، ادينا غلطنا. مش هو يا باشا اللي اداكم المعلومات دي؟ والله مش المفروض ان انا اقول لك مصادر معلوماتي مين. أنا عايز أفتش أوضة محمود حالا. حقك يا باشا، اتفضل. أنا طبعا مش هسألك على إذن النيابة، أنا راجل قديم وعارف، بس نعملها إزاي دي؟ يعني إيه نعملها إزاي؟ أنتوا بتهزروا ولا إيه؟ لا أنا صبرت عليكم كتير، أنا هدخل أوضة محمود حالا ويحصل اللي يحصل. أوضة إيه اللي هتخشها؟ هو في إيه يا أبو محمود؟ مفيش، اصل الباشا عاوز. باشا؟
اللي انت صحيح بتشتغل ايه؟ هيشتغل ايه يعني يا ام محمود؟ هو مش جاي مع سياده العقيد؟ بيشتغل ضابط شرطه. قول كده بقى، وعايز تدخل اوضته ليه بقى ان شاء الله؟ اصل الباشا لما عرف ان موضوع الطلاق مش هينفع اعصابه تعبت، فقلت له خش اوضه محمود يريح شويه. ما ينفعش، اصل محمود منبه عليا محدش يدخل اوضته ابدا وهو مش موجود. ايوه، اصل ده شاب وعازب، وانت اكتر واحد تعرف بقى واحد في الظروف دي ممكن يكون مخبي بلاوي في اوضته، مش كده ولا ايه؟ طب ده انا اللي هي امه وام ياسمين اللي هي ام ياسمين، محدش فينا يتصجر يدخل اوضته وهو مش موجود. طيب ما تطلبيه على الموبايل تساليه، اديني بقررها لك اهو. وهو ابني حيلته ايه يعني عشان يشتري موبايل؟ طب هو راح فين يا حاج؟ ليه؟ الباشا كان زميله في المدرسه وعايز يطمن عليه ويسلم عليه. كمان زميله كمان؟ طب يا اخويا ما توصي عليه زمايلك الظلمه المفتريين بتوع امن الدوله، دول مبهدلينه يا حبه عيني. ايه الناس دي؟ ده في الرايحه وفي الجايه مش سايبينه، ودون كله بسبب ايه؟ ابوه واخوه. طب هو ماله؟ ذنبه ايه؟ دول ناس مفتريين لا يعرفوا لا دين ولا حرام. الواد يا عيني ضاع مستقبله وطفش من البيت. ايوه طفش، راح على فين بقى؟ انا عارفه بقى، اهو امبارح لقيته داخل عليا يا حبه عيني غرقان في شحم وقرف. يظهر انه كان بيصلح موتور من المواتير اللي هو بيصلحها، يعني اللي بيطلع منها بمصلحه. يا دوبك دخل كان له شويه رز بشعريه وعليهم شويه قلقاس، ودخل اوضته لم شويه هدوم كده وراح واخد بعضه وماشي. قلت له تعالى يا محمود، تعالى يا حبه عيني، قول لي وريحني يا نظري، انت رايح على فين؟ قال لي سيبيني سيبيني يما سيبيني، انا طهقت وقرفت من العيشه المقرفه دي، وراح واخد بعضه وماشي. الله، وانا مش سالتك قلت لك هو جه؟ قلت لي لا. هو اللي قال لي اقول لك كده. معلش يا ابني، اصل هو بيني وبينك كده مخنوق شويتين من ابوه، حاسس ان كل اللي بيجراله ده من تحت راس ابوه. هو يعني كان لازم اعيش انا طرطور عشان تتبسط انت وابنك؟ طب الناس اللي قعدوا جنب الحيط على طول دول عيالهم خدوا ايه؟ ما هم قاعدين عواطليه هم، على الاقل والله انا ريحت ضميري. لا يا اخويا ما تزعلش، انا ما اقصدش. شوف يا ابني، مش دون بس السبب بتاع الزعل اللي بيناتهم. بيني وبينك انت مش غريب، الواد محمود ابني عايز يسافر ويسيب البلد، وابوه حالف عليه ما يسافرش. وعايز يسافر فين؟ عاوز يسافر افغانستان وينضم لتنظيم القاعده. في ايه يا عبد الناصر؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت عايزه يصدق ويروح يقول لزمايله المفتريين بتوع امن الدوله؟ الهي ربنا ينتقم منهم، الهي ربنا يوريني فيهم يوم، الهي العيل اللي فيا كله يجي فيهم، الهي يا رب يمشوا بالتبول الارادي والناس كلهم تشوفهم ويكسروا نفسهم ويذلوهم. كفايه بقى يا حاجه، كفايه كده. كفاية بقى يا ست، ادعي لهم بالهداية. أهي طبطك ديا اللي جايباك ورا. خلاص أنا تعبت. ما شاء الله يا أخويا، مش باين عليك يعني تعب ولا حاجة. هما الظباط كده يا أم محمود، ما يبانش عليهم. سيبيه بقى يدخل يريح ويفرد ظهره عشان نعرف نخطب له بعد العشاء، لازم يكون ظهره مفرود. هو دلوقتي أحمد ليه أوضة زي محمود؟ هو كان مع محمود في نفس الأوضة، لكن لما احمد طلع اسكندريه محمود قعد في الاوضه لوحده بيردها له. اصل محمود لما نزل مصر يدرس احمد قعد لوحده في الاوضه. انما انت بتسال ليه؟ جرايه يا ام محمود، هو السؤال حرم؟ حد يقول للضيوف كده؟ هو انتوا مش هتشربوا الشاي؟ لا انا هريح شويه. طب يا ابني خد الشاي معاك اشربه في الاوضه وانت بتفكر، عشان موضوع الجواز ده موضوع صعب. انت بتقول له ايه؟ ما هو هيتنيل يطلق. ادخل خش يا ابني ربنا يكرمك. لكن انت ما قلتليش انت بتشتغل فين في البوليس؟ في المطافي. يا ساتر يا دي الحوسة. يلا مش مهم، ان شاء الله تكون المجاري حتى ارحم ما انه يشتغل مع الظلمة بتوع امن الدولة.
ينسون يروق دمك. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ بلعب جيم بتاعت العيال؟ يا طويل يهبل، انت مين اللي قال لك تفتح الكمبيوتر بتاع محمود ابني؟ انت بتستعبط؟ انت مين انت وتابع مين؟ انا فاهم حضرتك. هو انتوا ايه؟ ما وراكوش غيرنا. اهدي يا حاج. ايه؟ مش في دي اسرار ناس هنا؟ في اسرار ناس؟ الحقني يا ابو محمود. اهدي يا حاج. الحقني. انا هوريك. اهدي يا حاج. اوعى اوعى يا ابني انت وهو محدش يقرب لك. انت بتفتح حاجات ما تجيبناش كده. مش كده. يا ابو محمود. اوعى انت وهو محمود. يا فين؟ لا هجيب الحقنه. اوعى. يا مدام محمود شد حيلك يا ام محمود، ربنا على الظالم والمفتري. ولا يهمك ولا يهمك يا ام محمود، اجمدي.